الله يبارك فيك. الحمد لله على الفوز اليوم. طبعا السباق كان اول يمكن اول خمس لفات كانت شوي صعبه مع طلال، بس الحمد لله يعني مع الوقت قدرت احرز شوي فارغ لين ما تصدرت البطوله، والحمد لله طبعا الفوز بالمركز الاول في اخر سباق والفوز بالبطوله كل شيء حلو الحمد لله على كل حال.